الباب شويه. في سكو جاب اخر الدنيا. ايه الباب؟ انتوا عايزين تفضحونا؟ انا بعد الغربه دي كلها ارجع الاقي ولادي فشله وبنت معمول لها قضيه دعاره. دعاره يا اخوانا، استنوا بس نفهم. افهمك انا يا ماما، ممكن تقولي لي يا ست هانم ايه موضوع مكتب الكاستنج اللي انت بتروحيه معمول له قضيه دعاره والمباحث سرباكي؟ انا مش قلت 30 مره موضوع التمثيل ده؟ لا قلت انا ما قلتش. مباحث ودعاره؟ يا نهار ابوك اسود. لا مؤاخذه يا بابا. ما اسود يا ابني، ما اسود. والله يا بابا انا ما عملتش حاجه وما رحتش في اي حته. نعم يا اختي، امال ليش بتطالبك ليه؟ بيكرموكي؟ اسمي ليه يا بابا؟ انا والله العظيم ما عملت حاجه. شفت الهدى اللي انا فيه يا ماما؟ شفت الهدى اللي انا فيه؟ شفت يا اختي النجوميه اللي انت عايزاها والشهره؟ اسمعي بنت، انت هتيجي معايا الاسم، ما اعرفش هم عايزيننا في ايه، ما اعرفش هترجعي معايا ولا لا. استنى بس يا بابا عشان بتكلم انا، انا بتكلم. نستنى بس يا بابا نفهم الاول، وبعدين لازم ناخد معانا محامي. ايوه يا ابني عاقل شاطر، فعلا لازم ناخد معانا محامي. قولي يا ملك ايه اللي حصل؟ طب قولي لي كده حبيبتي وبالراحه، انت روحتي ولا ما رحتيش؟ يا بنتي حرام عليكي، اتكلمي عشان خاطري لو عملتي حاجه غلط من غير قصد قولي. باباكي موجود واخوكي هيقف جنبك، نعرف نحلها. ماشي مفيش، هو انا لما وصلت دخلت العماره، بعد كده دخلت الاسانسير وهو سحب بيا في الدور الغلط. يعني دخلت الشقه غلط؟ لا والله يا تيتا، انا واحد قال لي اقفي هنا ما تتحركيش عشان بيقبضوا على الناس في المكتب اللي تحت، وما اتحركتش من مكاني. واحد مين يا ملك؟ وما قلتليش ليه؟ ما قلتليش ليه عشان اتصرف. تقول لمين يا اختي؟ انت داريانه بحاجه؟ كفايه عليك الشغل اللي بوظ الدنيا، واحده دايره على حل شعرها وكل واحد من بقى في ملكوته. عندك ايد ودار ولا كلمه زياده؟ مش كل واحدة بتشتغل وشقيانة وتفحط دم على عيالها، عيالها بتبوظ وبتمشي على حل شعرها. وبعدين بابا انا مش دايرة على حل شعري، انا اصلا ما عملتش حاجة. امال ليه يا ملك معمول لك استدعى؟ معرفش معرفش يا هشام. هو عشان تبقى توشوشوا بعض يا اخويا وتخليها تروح من ورايا. ها دكر يا دكر. ماشي يا بابا انا دكر واحنا بنتوشوش من وراك وانا اللي مبوظهم، بس لازم ناخد معانا محامي عشان نعرف ليه معمول لها استدعى في الاسم. مالكش فيه بقى، خلاص بقى انا هاخد مكرم جارنا هيتصرف هو محامي. ما ينفعش يا بابا ناخد عمه مكرم، انا هتصرف وهاخد محامي تاني. تاني؟ انت هتقول لي ينفع وانا ما ينفعش؟ لما اموت يا اخويا بقول ينفع وما ينفعش. يا بابا بعد الشر عليك، انا مش عايزك تتبهدل. ما انا يا اخويا من ساعه ما جيت وانا متبهدل، وبعدين امين الشرطه قابل البواب، فخلاص كل الدنيا اتعرفت، اتبهدلنا والحمد لله. لا البواب ومراته مسافرين. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله. السلام عليكم. عليكم السلام، يلا على اوضتك يلا يا حبيبتي. مالكم واقفين كده ليه متجمعين عند الباب؟ غير السؤال، صلى الله عليه وسلم. يلا خش على اوضتك روح. طب انا عاوز اكل. اتفحي في المطبخ، ما اقول لك خدي اكلك وخشي الاوضه وقفي ليها عليكي. يلا طبعا انا متشرف بيكم كلكم، بس ما كانش له لزوم انك تعبوا نفسكم عشان خاطر البنت. يعني ازاي سيادتك حط نفسك مطرحنا، بنتي وراح الاسم، يعني هنعمل ايه؟ طب نخش في الموضوع. تعرفي ايه عن مكتب فيوتشر؟ ماله مش فاهم. يعني مش ليكي فايل في المكتب؟ معرفش، انا كل اللي عارفاه ان هو مكتب كاستنج بس كده. يعني عارفه صاحب المكتب؟ لا انا والله ما اعرفوش، عمري ما شفته قبل كده. اعتقد يا فندم كده الامور وضحت. الامور ما وضحتش ولا حاجه، عشان بنتك بتكذب ما بتقولش الحقيقه. تنكري ان انت كنت هناك؟ انا بس انت متصوره وانت في العماره اصلا. طيب انا هقول لحضرتك بالظبط اللي حصل. انا شفت الاعلان على النت، وبعد كده لما رحت العماره دخلت الاسانسير، واحد من سكان العماره سحبني. حضرتك ممكن تساله، هو اسمه ياسين. شفتي يا اخي اتسرمحتي؟ شفتي؟ بس ما تمديش ايدك على بنتي، كفايه القلم اللي انت ضربته لها في البيت. مش وقته دلوقتي. هو سؤال واحد بس وعاوز اجابه صريحه، صاحب المكتب ما حاولش؟ يا فندم بتقول لحضرتك ما اتعاملتش معاه قبل كده، يبقى حاول ازاي بس؟ انا قلت لحضرتك تتكلم، انا بسال ملك. قول يا ملك ما تخافيش. والله العظيم ما قابلت الراجل ده قبل كده، ومعرفش ان المكتب ده سمعته وحشه. طب بص يا ملك، لو عرفتي اي بنت حصل معاها نفس الموقف ده يا ريت تيجي تبلغيني بسرعه، عشان الناس دي لازم نلمها، بيضحكوا على البنات اللي زيكم بالتمثيل. فهمت يا ملك؟ فهمت. والله انا لو عرفت اي حاجه هقول لهشام اخوك، قصدي هقول لبابا يبلغ حضرتك. متشكرين جدا يا فندم، مش عارفين نقول لحضرتك ايه والله. كده حضرتك نقدر نمشي؟ اتفضل. الحمد لله. قومي قومي تعالي معايا. قومي حبيبتي. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.